شايفين محطة القطار عندنا كيف؟ على قد حال البلد الحمد لله. لا هو متطور قد كذا ولا هو خايس مرة، مشي الحال الحمد لله. يا ساتر إيش الأبراج هذه أو إيش الأجهزة دي كلها. المهم هنا طبعا محطة فيني، يعني محطة سكك الحديدية اللي في فيني. هنا على الجهة هذه شيتاغونغ، وعلى الجهة هذه على طول على دكة العاصمة. وشوفوا الناس منتظرين للرحلات، ولا جالس ولا بينتظر. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا ها تطولوا كده على دكة العاصمة، على رشهي، على سلهت، والجماعة اللي هناك. وشوفوا الغروب كمان مرة واحدة، بصور لكم من فوق طبعا. اما تجوا كده هنا على جهة شيتاغونغ، تطولوا كده جهة شيتاغونغ، اول شيء توصلوا على شيتاغونغ. طبعا في شيتاغوندو ميري شراي شيتاغونغ، وفي كمان كوكس بازار، كوكس بازار وتكناف والجماعة اللي هناك. شوفوا الاجواء كيف، بس ما شاء الله تبارك الله اليوم الاجواء رائقة، الجو له حق. شايفين قطار طبعا القطار هذا قطار، ما هو قطار ركاب، قطار عفش. القطار هذا قطار عفش، شايفين كيف. وفي كمان قطار ثاني هنا جاي، بس هذا هو قطار ركاب. هذا مرة فلة ما شاء الله تبارك الله، لكن حق العفش مرة بايخ، لكن حق الركاب ما شاء الله شوفوا كيف. بس يا كثر الناس اللي هنا على السكة. ويل شوفوا الـ شوفوا الـ شوفوا الآدم الغريب هذا. هذه المكينة رايحة لوحدها بس. فلّ الآدمي ده، لا وداعس.